النهاردة هيكون النشاط بتاعنا عن حول فصل الشتاء، هيكون نشاط تلوين وقص بسيط كده، نشاط حلو قوي. انا اسيب لكم ورقة الورقة للطباعة في اول تعليق على الفيسبوك. يلا يا سيلا، يلا نبدأ نلون. هنا هنلون رجل الثلج ده الاول. انا هلون بالموف ده، بحبه. لا مش ماشي، مش الكوفية بتاعته وهنا الملابس بتاعت الرجل اللي هو بيلعب على الثلج ده. دي لما لونها هتطلع بنت شرابي كده، راجل او بنت مش باينه، بس يعني هنقولها راجل. عادي نقولها بنت وراجل؟ لا مينفعش، عادي مش عادي، مش يعني هي مش واضحه هي بنت ولا ولد، لانه هو لابسين اللي هو الصعبوط ده على دماغهم، فمش واضح هو بنت ولا ولد، فعادي يعني بنت او ولد مش فرق. صح؟ المفروض يكون بنت. عشان ايه؟ عشان وشي بيضحك. هو الولد مكشر ما هو بيضحك برضه. ممكن عشان تكون ماسكه قطه، صح؟ عشان البنات بتحب القطط ممكن. طب تاني الولاد بص اقول لك حاجه، احنا هنعمل لها، هنعمل لبس للشخص اللي قاعد على اللي هي العجله بتاعت الزحلقه دي، هو بيزحلق على الجليد على فكره الشخص ده، بيزهق. انا بحب الجليد قوي. ماشي، هنعمل له لبس يليق مع البنات والصبيان. ماشي، ايه رايك؟ هي البدله بتاعت اللي بيلبسوها وهما بيزحلقوا على الجليد، بتبقى بدله معينه كده تقيله كده عشان ما يبردوش. انا مش بعرف البدله. هنعمل لون، اي بدله هنعمل لون يمشي مع البنت والولد. اوكي يلا بينا نلون. كده بقى هنا اسيل خلصت التلوين، وهنبدأ نقص بقى القطع دي، نقصها بالمقص ونرجع لكم تاني. احنا كده خلاص قصينا القطع زي ما انتم شايفين كده، قصيناها كده على الخطوط. هنبدأ بقى نقول للطفل لف القطعة دي بالطريقة دي. بصي يا سيل انا هعمل واعملي بعدها، استني هعمل واحدة. بصي اهو بلف 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 واسيبها. اوكي هي تدي شكل مظبوط. يلا يلا لفي دي زي ما انا لفيت كده. لفي 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 لفي. طبعا النشاط ده كده مش بس تلوين، نشاط كمان ينمي مهارات الطفل. هنعمل، هنقوي حركات الاصابع. تعالي هنا لو سمحتي، استني، هنقوي عضلات اليد وكمان هنقوي حركات الاصابع عن طريق اللعب. لا لا انت كده بتلفيها مش حلو، لفي حلو، لفيها صح على بعضها. ماشي شاطر، ما تتنيهاش، لفي بس. انا بلف تاني، ما ت... يعني بصي ما تضغطيش عليها وانت بتلفي، انا مينا مدوره كده زي البقرة. ماشي زي البقرة. يلا البقرة مش بتكون عاملة كده. بصي 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 يا سيلا، بصي بصي سيلا، ممكن تبصي اهو، بصي بلفها زي البقرة. يلا كملي لفي، ما تضغطيش عليها، لفي بس. اوكي قمر، دي طلعت لفوق، مش مشكلة، دي حلزونة كده. كده حلزونة عملتها حلزونة بدل ايه، بدل شلت بقى هنا ورقه الكرتون عشان اسيل ايه تبقى تعيش حياتها براحتها. لا 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 انت كده بتعبي، تكرتي. نعمل حلو كرتي يعني ماشي، يعني بتعملي كده بسرعه اي كلام.
اي كلام يا فريه. ده الفريد دي شاطرة. ايه ده، حلزونه؟ ايوه اعملي اخر واحده. ثلاث حلزونات شكلها حلو. ثلاث حلزونات صح؟ حلزونات. ايه ده، حلزونه برضو مش معموله حلوه صح. بس الحلزونه مش بس 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 خليها حلزونه. حلزونه حلزونه، ثلاث حلزونات كده. النشاط بتاعنا النهارده هيكون خلص حلو قوي. ثانية سيبي عشان اعرف نقول لهم باي. نقول لهم باي ما نقفلش، سيبك انت وخلاص. يلا نقول لهم ايه؟ باي باي. لا مش باي باي ما ينفعش. لا احنا بنقول ايه؟ يلا نشوفكم ان شاء الله فيديو جديد قريب جدا. ما تنسوش تدعمونا. لايك لايك لايك. مع السلامة. ماشي.